الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. برحب بكل ساده مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم. الاكله الجميله جدا جدا هنعملها النهارده وهو المحشي. محشي طبعا بالنسبه للمصريين، معظم المصريين طبعا بيعرفوه، لكن في دول بره برضو موضوع المحشي بالنسبه لهم بيبقى جديد شويه. خلينا نشوف ازاي هنقدر نعمله بالطريقه المصريه الاصليه، اللي احنا بنسبك عندنا الصلصه الاول، نعمل لها التخديعه الاول، وبعد كده بنبدا نحط لها الخضره، بعد كده بنبدا نحط لها الرز المنقوع. ازاي نظبط كميه الرز برده مع الصلصه، ده اللي هنشوفه النهارده. هنعمل النهارده الدولمه اللي هي المحشي المشكل، الفلفل الرومي الاخضر مع بتنجان العروس الاسود مع الابيض مع البصل، هنحشي معاهم محشي بصل. فاكتر من كذا حاجه ان شاء الله تشوفوها النهارده. عندنا شوربه لسان عصفور، لحمه محمره، وبعد كده عندنا اخر حاجه خالص هنعملها، هنقدمها مع شويه سلطه خضراء. منيو كده مصري كده جميل، ندفي بيه الاجواء. وعندنا حته لحمه كده موز جميله، من مطلعين منها شويه شوربه ان شاء الله للمحشي، لان هو اساسي طبعا لما نيجي نسقي المحشي، لا اما بشوربه فراخ او شوربه لحمه، فمحتاجين الشوربه اللي بتبقى موجوده فين؟ في اللحمه افضل. فانا جبت لحمه موز وهنسلقها ان شاء الله وهنبدا نطلع منها الشوربه. اي اسئله او اي استفسارات، ارقام التليفونات ظاهره قدامكم على الشاشه، 1710 من اي تليفون محمول، 09910 من اي رقم ارضي. خلينا نشوف ايه حوار محشي البصل الاول، وبعد كده نخش في ايه؟ في اجواء المحشي. هنا بجيب عندي البصل، هو الفكره بتاعته في ايه؟ انت مش هتهدري حاجه، يعني انت مش هتخسري حاجه من البصل. ناس تقول لك يا عم ده انت عشان تطلع شويه بصل محشي، طب بقيه البصل هناخده فين؟ بقيه البصل هناخده هنعمل بيه الصلصه الحمراء. فانا بجيب عندي البصلايه اللي بتبقى مدوره بالشكل ده، اهي البصلايه البيضة المدوره، ما تبقاش بروحين اللي هي بتبقى فيها بروحين من هنا، لا تخلي بالك اللي هي تبقى بشكل دائري زي اللي حضرتك كده شايفاها، وانت بتنقيها بتعرفيها. طبعا البتنجان طبعا يا ريت يكون كله العروس، يكون كله حجم واحد، تبقاش واحده طويله واحده رفيعه، ده بيكون افضل، والصغير في الحشوه بيبقى حلو قوي قوي قوي. فجبنا وقورناها اهو بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. وانا ملاحظ حاجه بصراحه، ليه موضوع المحشي المتقور جاهز انا ما افضلوش خالص، لان بيبقى بيسيبوا فيه لحم كتير جوه قوي، فلما نيجي ناكل تلاقيه بيعض كده تحت السنان، لا اما تعيد عليه بتقوير تاني، لا اما تجيبي انت شويه كده وتنقنقي فيهم وتظبطيهم. يعني انت هتجيبي، انا بشوف على طول الجاهز بصراحه بشوفه يبقى موجود، ما ينفعش ان هم يقوروه جامد، لان لو قوروه جامد مش هيبقى له روح يقف. فانت هتيجي تاخديها تخديده بلان، فهم بيعملوا ايه؟ بيسيبوا لحم كبير فيه فبيبقى تخين قوي. تمام؟ فتخلي بالك من الموضوع ده. طيب يعني اول لما تجيبيه تبداي تمسكي المقوار بتاعك وتبداي انت تنضفيه اكتر واكتر، لحد ما ايه؟ ما الجلد بتاعه يبقى طري تحت ايدك بالشكل ده. هنا بقى البصل بتقومي جايباه كده اهو، جميل. نمسك التانيه وتقومي عاملاها كده، وديت تقومي عاملاها كده. تمام؟ يبقى فرغت البصل من الجنبين بالشكل ده، حلو الكلام. بص دي عامله ازاي اهي، بتقومي جايبه السكينه ومن هنا كده وداخله كده كده جوه 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 وبس كده، ونقوم شايلينها. وهنا نفس الكلام، نقوم شايلينها كده وتقومي عامله الفتحات ديت لكل واحده ايه منهم. جميل، حلو الكلام قوي. نقوم جايين هنا على ميه سخنه بتغلي، ونبدا نحط شويه من البهارات المحشي في الميه، شويه من الايه؟ من بهارات المحشي في الميه، تدي ريحه عظمه للبصل واحنا بنسلقه. ونقوم واخدين عندنا البصلايه بتاعتنا اهي، نقوم حاطينا في الميه. ايه اللي بيحصل؟ كل شويه تطلعي واحده وتشيلي منها الجلده بتاعتها، كل شويه تطلعي واحده وتبداي هتلاقي ايه؟ تبدا تتشال منك واحده واحده بسهوله جدا، مش تاخد منك مجهود يعني بالمناسبه. فاحط كبشه كده جنبهم، خلينا في ديت افضل، تبقى جنبهم بالشكل ده. طيب تعالوا نعمل عندنا الصلصه الجميله بتاعتنا اللي احنا هنبدا نشتغل بيها.
عندنا عبارة عن ايه بقى؟ معلقتين اتنين سمنة بلدي، عندي بصل مفروم. طبعا البصل انت لو هتستني البصل ده تاخدي منه الورق والحتة بتاع القلب تفرميها وتعملي بيها الصوص مفيش مشكلة. انا بس عشان الوقت، الصلصة عندي شوية بابريكا، عندي معلقتين اتنين من الصلصة، الطماطم، عندي معلقة قشطة دي حلوة قوي على فكرة، عندي حسمة بقدونس وشبت وكزبرة. دول أهم حاجة ودول أكتر حاجة بتخلي طعم المحشي في حتة تانية، خصوصا لو الصغيرين دول اللي مريحة يعني الروايح بتاعتهم بتبقى إيه، مجرد ما بتقطعيهم كده الروايح بتاعتهم بتطلع عندك. عندي لتر من عصير الطماطم مصفينه. طيب تعالوا أول حاجة نروح عندي على الحل، عندي على النار، ونحط عندي معلقة سمنة كده مع شوية زيت صغيرين. يا أم كريم ازيك؟ الله يسلمك يا شيف، صباح الخير. صباح النور يا ست الكل. ازيك عامل ايه؟ أهلا وسهلا، منور الشاشة وشكرا على كل حاجة بتعملها جميلة. ده منورة بوجودك يا فندم والله. تسلم ايدك يا شيف. لو سمحت ممكن أسألك سؤال؟ طبعا اتفضلي. ربي يخليك. أنا الوقت لحد النهاردة ما بعرفش أعمل البفتيك ونفسي أعمله لهم، وقولي طريقة سهلة إن أنا أعمله بيها. ده مفيش أسهل من كده. حاضر، من عينيا. بصي انت طبعا بتجيبي تروح عند الجزار، هو بيقطع لك البفتيك من وش الفخده، وقولي له يبططه لك ويشغله لك على الشغل على طول، وهو بيحطه بين كيسين كده ويكونوا لفوه لك ومظبطه لك. بتقومي جايبه عندك ميه بصل وشويه الملح وشويه فلفل، وبعد كده بشره طماطميه صغير جدا، وبعد كده بتقومي واخداها حاطه فيها البفتيك بتاعك ده لمده ساعتين او ثلاث ساعات، تطلعيه تقومي حاطه دقيق تبطنيه بدقيق، وتقومي شايله الدقيق الزياده، بيض ولبن يعني بيضتين اتنين وكوبايه لبن تقربيهم مع بعض مع شويه ملح وفلفل، بعد كده البقسماط، وانت بتعملي البقسماط اضغطي كويس قوي عليه، وبعد ما تضغطي عليه من الجنبين تقومي حاطاه في الفريزر نص ساعه، تطلعيه تحطيه في زيت سخن عمره ما يفك منك. خلينا بقى ناخد البصل قدام حضرتك اهوت، هنشوحه. انا بكلمك على التسبيكه. وبعد كده طيب نركن شويه البصل على ما ناخد فاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل. طيب تعالوا نرجع ونشوف البصل بتاعنا بعد ايه ما دبل معانا. نحط عندنا معلقه صلصه طماطم. حلو قوي البصل الابيض بصراحه في المحشي، بحبه جدا في المحشي. وبعد كده نقوم واخدين عندنا لتر من عصير الطماطم، ونقوم واخدين عندنا شويه ميه صغيرين، ونسبك بيهم الصلصه الجميله ديت. طيب اهو احلى حاجه في الدنيا بقى، حطي بهارات اللي انا حاططها ديت، بهارات المحشي ديت حطيها في الاول. البهارات دي حلوه قوي يا جماعه والله، يعني انا اعرف اسمها بجد كنت قلتها بس البهارات دي مش طبيعيه، بهارات محشي مش طبيعيه. نحطها هنا، هعرف لكم والله الخلطه بتاعتها ازاي، ونقدر نعملها لكم ان شاء الله على الهواء. حط شويه ايه من الملح، وبعد كده شويه من الفلفل الاسمر، ونقلب التقليبه الجميله، ونسيبها عندي على النار لحد ما تبدا ليا ايه تتقل معايا. طيب نغطي عليها، ونرجع هنا استاذ ايه جيمي على البصل. البصل انا بدات اطلع منه الورق. بصي بقى شيلي واحده واحده كده اهي على مصفى بالراحه خالص اهو، هتلاقي القشره اللي فوق دي بدات تطلع، تقوم شايلاه كده. الله عليك حبيبي. بص يا باشا لف، بص اتلفت اصلا في ايديا لوحدها اهي، شايفه؟ نقوم حاطينها هنا في الطبق، ونقوم سايبين دي ننزلينها تاني. ما نشيلش، خلي بالك لازم الورقه تكون طريه معايا ما تبقاش ناشفه. اقوم جايب الثانيه واخد منها القشره بتاعتها اللي موجوده هنا، عشان كده قلنا ما تبقاش البصلايه بروحين، تبقى مدوره بروح واحده عشان نعرف نطلعها بالشكل ده. ونقوم واخدين البصلايه الثالثه اهي، الله، ونقوم منزلين.
وهكذا بقى كل شويه كده نقوم مطلعين واحده ونعملها ونسيبها لحد ما الورق اللي بعدها تدبل. الفكره بتاعتنا اللي احنا بنجيبها هي بنجيب هنا المحشي ونبدا ان احنا نلفه كده 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 اهو، ونخلي الجزء الرفيع ده تحت والمفتوح ده من فوق، اضمن الرز نفسه ما يطلعش بره خالص. وبعد كده نبدا نرصه ونكمل الرصه بتاعتنا بتاعت المحشي. طيب هنا بقى ده الصلصه عندي بعد ما تسبكت معايا بتبقى عندك بالشكل ده اهو. نقوم نعمل ايه بقى؟ نقوم واخدين عندنا حزمه البقدونس والشبت والكزبره، نكون غسلهم كويس جدا ومطلعين منهم اي شوائب او اي حاجه، والعيدان ديت نقوم مشيلينها مش محتاجينها، ونبدا نفرم. ويا ريت ما نروحش كتير ونيجي على الفرم، هي فرمه واحده عشان ما نطلعش الروائح بتاعتهم نفقدها. الثلاثه دول مع بعضهم كده ونفرم. يا مدام منال الو. الو مدام منال ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام مدام منال، ازاي حضرتك؟ ازاي صحة حضرتك؟ صباح الهنا والسعادة. صباح العسل حضرتك. صباح العسل. الله يخليك الله يخليك. ويكرمي. انا بس بستأذن سيادتك ابعت تهنئة عيد ميلاد اخويا النهارده. طبعا اتفضلي. بعد اذن حضرتك. اتفضلي طبعا. انا بقول له استاذ محمد فهمي اخويا كل سنة وانت طيب. ما شاء الله. كنت نعمل اخ ونعمل سند. ما شاء الله. ونعمل اب بعد وفاة والدته. ربنا يخلي لينا. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليكم لبعض. قمة الحنية وقمة العطاء. الله. وماما بتقول له كل سنة وطيب وكلنا بنقول له ربنا يخلي له زوجته واولاده. اللهم امين ويبعد عنكم شر العين يا رب. الله يخليك. الله ده يخليك. رزق من عند ربنا. طبعا. ربنا ما يحرمناش طبعا منه. طبعا الاخ الحنان رزق طبعا اساسي. ربنا يخليكم لبعض وما يحرمكمش من بعض ابدا. نحط عندنا شويه بقدونس وشبت وكزبره على الصلصه بتاعتنا. جميل اهو. طبعا الصلصه واخده الملح والفلفل واخده كل حاجه بتاعتها. شويه بابريكا صغيرين واخده الحاجه. طيب هنا الرز بقى على قد الصلصه ديت بجيب عندي حوالي كوبايتين اتنين مليانين من الرز، بنقعهم في الميه، وبعد ما نقعتهم في الميه بقوم واخدهم وحاططهم هنا على الخلطه بتاعتنا ديت. يا ام عبد الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك انت عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا فندم. اخيرا كلمت حضرتك. ده على دماغي والله. تسلم ايدك تسلم ايدك في كل حاجه حضرتك بتعملها. الله يخليك يا ام عبد الله، والله ده من ذوق حضرتك جدا. الله يبارك لك يا رب. الله يخليك. انا بشكرك على كل حاجه بتعملها لنا صراحه. ربنا يخليك يا ست الكل. 100 100 صراحه. ربنا يخليك يا ام عبد الله. لو ليك اي سؤال تحت امرك. ممكن اخد رقم حضرتك يا شيف لو سمحت؟ اه طبعا يا فندم. طبعا طبعا من عينيا. عينيا تسلم. شكرا يا ام عبد الله. شات المحشي ريحتهم والله العظيم حاجه حلوه قوي قوي. مزاج. بص بقى حته القشطه ديت بتحطها كده من فوق بتدي طعم مسكر قوي للمحشي. حته قشطه كده صغيره. جميل. تقوم واخداها وممكن بقى تشوفي ايه الملح بقى مظبوط ولا لا، لو عايزه تزودي ملح تنقصي ملح زي ما حضرتك عايزه. يفضل بقى تسيب الخلطه ديت شويه يعني ايه نص ساعه كده في التلاجة، وبعد كده نبدا نحشيها. هتغطي يعني عليها كده اهو زي ما هي كده وتحطها في التلاجة حوالي نص ساعة، وبعد كده نبدأ اللي احنا نشتغل بيها. عايز اشوف بس الملح. وزي اسماء. اهلا. ازيك يا وزي اسماء؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله تمام. ازاي اخبارك؟ خير الحمد لله. تسلم ايديك بنا. على كل حاجة بتعملها والله احنا بنحبك خالص. ربنا يخليكي تسلمي. والله انت قدوة ليا والله بجد. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا اسماء، ده من ذوقك والله. بص يا سيد محمد، وانا حاليا دلوقتي انا معايا دبلوم وقاعده في البيت. حلو. فانا عايزه اشتغل، بس عايزه اشتغل وانا في البيت. اشتغل ايه؟ ممكن تديني اي حاجه كده؟ ما هو انت تشوفي ايه الحاجه اللي انت لاقيه فيها نفسك. انا ما اقدر، ده في حاجات كتير قوي ممكن تشتغلي بيها في البيت، بس انت لاقيه نفسك في ايه؟ حلويات، معجنات، في السخن، في المحاشي، في اللحوم. هو ده الفكره.
انت حابه ايه وايه الحاجه اللي انت مميزه بيها، اللي لو اي حد كان من تحت ايدك الحاجه ديت يقول الله ما شوف ناس زي كده. هي دي الفكره، انت تلعبي على الحته دي بقى، تبداي تشتغلي من كده، تبداي تطلعي ايه اوردرات من كده وربنا يكرمك. بص البصل اهو، نطلع الباقيه الثانيه. اهو نطلع الثانيه اهي برضو. بص يا استاذ اهي، نقوم واخدينها وحاطينها هنا وننزل الثلاثه وهكذا بقى لحد ما ايه ما الموضوع يخلص. هنا بقى بجيب حاله الضغط، الناس اللي عندها فوبيا من حلل الضغط ما فيهاش اي مشكله خالص، الحاله ديت هي فعلا هي امن حاله ضغط موجوده في مصر على ضمانتي الشخصيه يا جماعه، والله ما فيهاش اي مشكله خالص. يعني بتطلع من 6 لتر 7 لتر 8 لتر، موجوده سلامبوش دي موجوده برتغالي في برايتز هاوس، تقدري تحصلي عليها وهقول لك هي امنه ليه. هنا انا حطيت عندي الميه السخنه، واهم حاجه ما تيمليش قوي الحله وانت بتعملي اي حاجه للاخر، بالظبط التلتين وتسيبي التلت الباقي فاضي عشان تعملي حساب للدوره بتاعه البخار نفسها ما يحصلش اي مشكله، فاهم ازاي؟ فلما تيجي تيم حط اي حاجه هنا بلاش تملاها للاخر خصوصا الميه. بنجيب عندي البصل وبعد كده بنقوم جايبين عندنا الجزر مع البصل، وبعد كده بقوم واخد عندي طماطم. يا ام ايمن فول. يا ام ايمن الو، صباح الفل يا شيف محمد. صباح الفل يا ام ايمن، عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله يا باشا. لا انت يوم السبت تعملينا دايت، يوم الاربع تفخخنا بقى. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه مننا ايه بالظبط؟ انت عايز ايه يا جدع انت؟ لا ده ما شاء الله والله، حلقه يوم السبت كانت رهيبه، جميله جميله. الله يخليك يا استاذ، كانت جميله، تسلم ايديك. هشتغل لكم حاجات صحيه والله، يعني الايام اللي جايه ديت هشتغل لكم حاجات صحيه شويه. لا بامانه كانت جميله جميله. الله يكرمك يا استاذ ايمن، ما شاء الله تسلم. بعد اذنك انا عايزه حضرتك من لسانك الجميل دي، صوتك الحلو ده، تحيي الحاجه ام علاء زينب. هي بتقولي نفسي يكلمني ويقول لي ازيك ولا اي حاجه يا ست كبيره المنصوره. ام علاء، ست ام علاء زينب، احلى ام علاء زينب في الدنيا. بحبه قوي، فمتصله بيا تقول لي كلمه لي. ربنا يخليه لي، يخليها لك ويبارك فيها، واحلى ام علاء زينب في الدنيا. تسلم، ربنا يخليكم لبعض. محمد ما تهرمش منك، وتسلم ايديك وتسلم وقفتك. ربنا يخليك يا استاذ، اللهم امين يا رب. ربنا يخليك، مع السلامه. هنا الميه السخنه بتغلي، نحط الجزر حبهان، والحبهان واحنا بنضيفه كده بصي بنضغط عليه الضغطه المحترمه ديت عشان اطلع الريحه الجميله اللي موجوده فيه. اهو واربع ورق لورا، نبدا نحط كل ده مع بعضه في الحله بتاعتنا، والميه كده كده ايه بتغلي قدامك. نجيب عندي اللحمه الجميله ديت، لحمه الموز اهيت، قطعتين اتنين. انا طبعا عاملين شويه قبل الهواء، لكن ايه اللي على الهواء جايبين قطعتين اتنين اهيت، تطلعي منها شوربه محترمه قوي. ناخد القطعتين دول وننزلهم في الحله، نقفل بقى الحله واوريك ليه هي امنه جدا. ننزل، احكم الغطاء كويس جدا يبقى مقفول، وهنا ابدا اطلع اقفل 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 واضغط كويس جدا. بس هنا في زرار احمر مش هيبان دلوقتي في الكاميرا اهو، اللي هو هنا ده مش هيبان اهو، لا باين خلاص، ده هيطلع دلوقتي ويقوم قافش في الحته ديت، اللي هو لو في اي حاجه في الميه في الحله جوه وفيها بخار هتلاقي عمر اللوك ده ما يفتح ابدا. انت فاهمه حضرتك ازاي؟ هنشرحها دلوقتي بعد ما الايه الزرار ده بس يطلع. حط صمام الامان وكده يكون هي جاهزه كده معايا، ولما تخلص ولما تشتغل كده نجي لها تاني. تعالوا نحشي المحشي بقى. انت البصل بقى الباقي منك بتعملي ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا باشا انت كده تمام، نقوم جايبين التلاتة دول هنا. تسيش اللي انا مديلها شويه من البهارات المحشي حاططها لها مع البصل، ونشيل دي بقى خلاص مش محتاجينها. الماء اللي سلقت فيها نفصل النار اهو. بصي الورق عامل ازاي. طيب الباقي ده يا عم محمد بنعمل فيه بقى، بص حضرتك بتقوم واخداه كده نقطعه اي شكل انت عايزاه. ناخد الورقتين دول نستفاد بيهم في المحشي اهو. ونقوم واخدين عندنا البصل ده ورايحين فين؟ في الحلة اللي هنبدأ نحشي فيها بالشكل ده، ونوزعهم بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. طيب ناخد عندنا اول ورقه عندنا ونشوف هنعملها ازاي. بقوم جايب عندي المحشي اهو، ما نكترش طبعا، ونقفل ونلف ونلف. بص عامله ازاي جوهره والله، بص عامله ازاي. طيب بتقفلت من تحت اهي، اتقفلت من تحت. القفله دي بقى بتخليها لتحت، ودي بنخليها لفوق. نقوم واخدينها وحطينا فين؟ عندنا هنا في الحله بتاعتنا. وناخد اللي بعده، ناخد شوية المحشي حاطينهم هنا، ونقوم لافين ولافين ولافين. هتلاقي لفها سهلة قوي ولذيذة جدا. نقوم واخدينها وحطينا هنا جنب بعض بقى كله، وزي ما اتفقنا القفلة فوق، القفلة تحت آسف، والفتحة تكون ايه لفوق. دي بقى مش مستاهلة بقى، مش محتاجة مهارة، يعني مش محتاجة مهارة بقى زي محشي الكرنب مثلا ومحشي ورق العنب خالص. انت اصلا ما بتجيبيها اهو، الكيرف نفسه اللي واخده البصل بيخلي الموضوع سهل جدا في اللف. كده وياريت بقى ايه كله جنب بعضه. دي اول ورقه، بص عامله ازاي، طريقه معايا قوي، لكن هتتلف هتروح فين. حط هنا يا حاجه ام سيد. ايوه السلام عليكم. ازيك يا حاجه ام سيد؟ ازيك يا حبيبي؟ عامله ايه؟ الحمد لله، ده انا بحبك قوي والله زي ابني. ربنا يخليك يا ام سيد حبيبي. انا بتفرج عليك كل يوم، عاوز احاول اتصل بيك ما عرفتش اتصل بيك يا حبيبي الا اول مره. ربنا يخليك ليا يا امي، تسلمي. ربنا يكفيك شر عنان الناس يا رب. حبيبتي ربنا يخليك ليا، يكفيك شر عنان الناس يا رب. ربنا يخليك يا ست ام سيد، ويبارك لك في صحتك وفي عيالك وفي مالك. اللهم امين يا رب، الله يكرمك. ربنا يكرمك يا شيخ محمد يا رب. الله يخليك يا ام سيد يا جميله، تسلمي لي. لو ليك اي سؤال تحت امرك. شكرا يا ام سيد يا غاليه، الله يصلح حالك ربنا يا رب. خلاص بس هخلص الايه شويه المحشي ده، اصل لف محشي البصل ده انا بحبه جدا، لفه بصراحه احلى من اي حاجه في الدنيا. فبقى الواحد بيبقى مستمتع بيه كده وشغال. بص كده اهو اهو نلف ايه، ناخدها يا باشا نقوم حاطينها هنا 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 فين؟ جنب اخواتها. بص اهو خلصنا شويه المحشي البصل بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه، نبدا نحط ايه، نرص بقيه المكونات جنبها بقى. عايزه تعملي محشي طماطم شغال، البيتشنجان البيتشنجان العروس ايه لا قول لا لا يعني نسى اقول فلفل رومي مش عارف كده هنهبد طبعا كل ما يبقى صغير كل ما يكون افضل. خلص بقى المحشي بتاعنا الجميل
ونبدا ايه اهو كله مع بعضه. السرعه بقى في الاداء. جايب هنا الايه مقور انا الكبير شويه. انا اكسف نفسي اقعد ساعتين اتنين اقعد اقور في البتنجان قد كده الصغير. ما بيتباع متقور دلوقتي جاهز، بس صدقني والله المتقور بيبقى فيه مشكله. ما هو بقول لك عشان يضمنوا اللي هو ما يبقاش فوق بعضه كده ويبقى دبلان، فبيبقى فيه لحم، بيسيبوه فيه لحم كتير وده مش حلو، فلازم تعيد عليه التقوير تاني. خلاص تجيبي بقى وخلاص وقوري انت، الموضوع سهل يعني. يلا فاصل، يلا فاصل، وبعد الفاصل نواصل. حشينا المحشي خلاص اهو قدام حضرتك. بجيب عندي بقى شويه شوربه لحمه، يعني احنا سالقين شويه لحمه كده قبل الهوا عشان الوقت بتاعنا وكده، ونبدا نجيب عندنا لوش ونسقي اللحمه الشوربه. بص بقى واحنا بنسقي المحشي كده من فوق اهو، من فوق كده، وما نملاش قوي بقى لحد بالظبط ايه نص الحاجه بالظبط، نص يعني لحد النص عشان ما يبقاش معجن. الناس بصراحه بلاقيها بتغلط قوي، بتلاقي بتحط شوربه كتير قوي. لا بلاش شوربه كتير يا جماعه، انا بقص بحط كده من فوق، بسقي من فوق كده بس كده، وهو لحد النص كده بالظبط. وايه نقفل على الكلام ده، وبعد كده نبقى نرجع له تاني. ما تنسيش اصلا، طب وانا ليه الناس ساعات بتحط شوربه كتير قوي في المحشي؟ ما تنسيش ان كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى موجودة هنا، من البصل ومن الفلفل ومن الخضار، كل الحاجات دي فيها مية أصلا طبيعي. فأنت بلاش نحط مية كتير، الشوربة اللي بتحط كتير بتعجن المحشي. لكن لو أنت بصيتي هنا للمحشي هتلاقي الفلفل ده فيه مية، البصل اللي محطوط فيه مية، عصير الطماطم ما هي مية فيها مية، الطماطم نفسها فيها مية، كل البصل نفسه فيه مية طبيعي من عند ربنا سبحانه وتعالى، وفي أملاح طبيعية كمان. أنا خلي بالك الملح يبقى قليل شوية في المحشي كل يكون افضل، والنص بالظبط الكميه بتكون الشوربه بتاعه اللحمه اللي احنا سلقناها، ونسيبها تغلي، وبعد كده نبدا نهد على النار لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. هنا لو تلاحظي بقى هنا بقت الحله امنه تماما. ايه اللي حصل؟ الزرار الاحمر ده طالع اهو، سامعه؟ تيجي طب تعالى نفتح، ومستحيل يفتح، بصي مستحيل هيفتح اهو، شايفه ده؟ هيقول لك لا خلي بالك احنا لسه في بخار تحت، فمش هينفع تفتح دلوقتي. امال امتى بقى؟ بعد ما تبدا اللي هي لسه هتصفر دلوقتي، يعني ده لسه هيشتغل دلوقتي اهو وهيصفر دلوقتي، بس لسه الضغط بتاع البخار ما اشتغلش قوي. يعني ماشيينها بالمرحله واحده واحده. هنا بقى تعالوا نعمل عندنا بطاطس كده جميله اسمها بوم كابريت. ليه اتسمت الاسم ده؟ عشان اطلعها زي عيدان الكبريت كده بالظبط. بتقطع ازاي؟ قطع كده يا حاجة فضيلة. الو ازاي حضرتك يا حاجة فضيلة؟ مساء الخير، ازيك يا شيف؟ مساء النور يا فندم، ازاي حضرتك؟ ان شاء الله تكون بخير. ربنا يخليكي. انا بعتذر والله، بعتذر يعني بجد، كنت نفسي اسمع صوت حضرتك، يا ريت تكلمينا تاني. اسفين جدا يا حاجة فضيلة. بجيب عندي الخمسة فوق بعضهم، خمس شرايح اللي احنا قطعناهم، جميل الكلام؟ حلوة قوي، حلوة قوي دي، قوي بجد، ده هتاكليها ديت تاكل صوابعك وراها، انسى البطاطس الصوابع. نقوم واخدينها كده بتبقى بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه، نقطع كمان شوية أهو، نحط دول فوق بعضهم زي عيدان الكبريت بالظبط كده، وبعد كده نقوم ماسكينهم كده
نقطع. الشكل ده. طيب تعالوا ناخد شويه تانيين. كده البطاطس ايه كلها اتقطعت، ناخدها ونروح رايحين فين بقى؟ عشان يبقى لها عصب كده وماسكه نفسها وتبقى تقرمش قرمشه تمام، نقوم واخدينها في ميه بتلج. اهو ضايفينها كده في ايه؟ ميه فيها تلج. ونقطع تاني. طيب في طريقه تقطيع تاني يا عم محمد ليها اسهل من كده؟ في طريقه تقطيع تاني اسهل من كده، تعال نشوفها. قطعها دي كده لوحدها. ونقوم سايبينها، ودي نعمل دي قاعده لها كده، ونقوم واخدين الكلمات الحلوه ديت نحطها هنا. طيب ايه بقى البطاطس دي نعمل فيها ايه؟ بصي بقى كده، وما تنزليش للاخر اهو، ما تنزليش للاخر، ما تنزليش للاخر، حاولي اهو. بص دي نزلت للاخر، مفيش مشكله هنكمل برضو اهو. ممكن نقسمها على اتنين، انا بقول لك دي الاسهل بقى، دي اسهل طريقه لتقطيع البطاطس. بص نقوم جايبين دي كده مايلينها كده، ايه رايك؟ بص بقت عامله ازاي، نشيلها ونحطها فين؟ في الميه اللي فيها تلج. نقطع دول برضو كلهم، يبقى كده ايه قطعت بطاطستين اتنين. البطاطستين بقى واحنا بنقطعهم تحسي ان انت قطعت ايه، حطيت ايه كميه كبيره قوي، انا اوريهم لك بعد ما يطلعوا كمان هيبقوا عاملين ازاي. بصي بقى العصب بتاعها ايه بدا ينشف، حلو الكلام. من ميه بتلج، على فكره التلج بيسوي يا شباب، يعني التلج نفسه هو له بيسوي الحاجه، زي الكبه النيه، الكبه النيه لما بتتعمل اللي هو اللحمه المفرومه مع التلج، التلج بيسوي، يعني طرق من طرق التسويه التلج. طيب تعالوا نشوف هنا شوربه لسان عصفور، عاملين كده طبق صغير كده، تعالوا نعمل فيه الشوربه، معلقه سمنه صغيره. مدام عبير اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ محمد اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. احنا بنحب حضرتك جدا. ربنا يخليك يا فندم. طب حضرتك بنتي كانت عاوزه تكلم حضرتك، تعرف طريقه البيتزا؟ طبعا طبعا. اسمها ايه؟ ثواني حضرتك. اسمها ريتاج. ريتاج؟ اه يا ريتاج، بنحب حضرتك جدا. ربنا يخليها لك ويبارك فيها. ونفسها تطلع مع حضرتك، هي شاطره جدا، بتقف في المطبخ. ايه ده، عندها كام سنه؟ عندها 9 سنين. ايه ده 9 سنين ما شاء الله، بتعمل اكل؟ اه لا هي شاطرة جدا ما شاء الله، انت اللي معلماها؟ يعني انا بحب المطبخ جدا وبنحب حضرتك جدا. اوعى تكوني بتاخد الوصفات التيك توك، ها هزعل. لا 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 بنتفرج على حضرتك دايما. الله يخليك جدا. وعندي مكة كمان 3 سنين بتحب حضرتك. طيب اديني ريتاج اكلمها. حاضر ثواني حضرتك. براحتك. الو، ازيك يا ريتاج؟ الحمد لله. ايه يا عم انا سامع ان انت بقى عامله قلق في المطبخ وبتعملي اكلات كتير. ازيك يا شيخ؟ ده انت لازم تطلعي معايا. ماشي. ها؟ ده انت تنورينا، بس قولي لي بقى لو انت جيتي معايا ايه اللي تقدري تعمليه جديد؟ او ايه الحاجه اللي انت بتحبي تعمليها؟ الحاجه اللي بحب اعملها. يا ريتاج. بيتزا. البيتزا؟ يعني بتعرفي تعجنيها وتفرديها وتعملي الصوص الاحمر وتحطي الجبن وكل الكلام ده؟ ايه الجمدان ده؟ ايش؟ لا خدي رقم تليفوني يا هاله وهنظبط معاك ان شاء الله وتيجي تنورينا حلقه. ده بجد ان شاء الله بامر الله تيجي تنورينا هنا حلقه. هنا لسان عصفور. هاني لا ده في حله ثانيه، هي الحله ديت هتبقى كتيره لان انا عندي شوربه كتير، فحطينا شوربة يعني كمية كبيرة من لسان العصفور، فهنقل في حلة تانية.
ولا يهمك ولا يهمك، براحتك خالص. هنا السمنه زي ما اتفقنا بتبدأ ايه تحمر معايا كويس جدا لسان العصفور، وهنبدا نضيف له شويه ايه اضافات كده، طماطميه مفرومه، تحط له جزريه مفرومه، في ناس بتحط بسله معايا وجزر، اي حاجه بتقبلها مفيش اي مشكله، مع شويه شوربه اللحمه اللي عندنا. طيب هنا بقى نخش عندنا للحاجه الباشا المهم جدا بقى، البطاطس. وهي لما نيجي نقلي بطاطس بيحصل لنا مشكله كبيره جدا، وهو اللي الزيت بيفور، صح؟ كلنا بيحصل نفس الموضوع ده، وده طبيعي طبعا من الصدمه اللي بتبقى موجوده، من الزيت بيبقى سخن جدا والبطاطس بتبقى فيها تل. ايه اللي بيحصل؟ انت بتجيب البطاطس كده اهي وتحطها كده في الكبشه اللي عندك، كبشه الزيت، والزيت سخن، صفي الميه كويس جدا لان الميه دي فيها تلج، وكده بالطريقه ديت يعني بفضل الله عمرها ما يحصل لها اي حاجه كده. وتنزلي، شايفه ازاي؟ وانت ماسكه اصلا الكبشه من بعيد اهو، تنزلي واحده 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 عشان الزيت ما ايه ما يفورش معاكي اهو، وتسيبيها شويه كده بالظبط دقيقتين اتنين، دقيقتين اتنين او اقل من دقيقتين كمان، تقوم واخده البطاطس دي كده اهو، تقوم منزلاها كده اهو. ايه رايك في السهوله ديت؟ مش اسهل من كده. وتسيبي يا باشا البطاطس ديت لحد ما تكمل التسويه بتاعتها وتحمر معايا، بس محتاجه كمان ادي لها شويه كمان. يا حاجه فايزه، معلش يا حاجه فايزه، حاولوا تسيبينا تاني اهو. الله عليك، الدنيا بدات تشتغل اهيت ايه، الحله بص بدات يتصفر، وعلى فكره صوتها مش مزعج بالمناسبه يعني. طبعا دي عايز تقلك الكوارع والايه، الحاجه اللي هي بتبقى مستعصيه كده فايه في دقايق، دقايق معدوده. نشيل عندنا شويه البطاطس دول ونحطهم، بصي ولا زيت فار ولا اي حاجه لحد ما تحمر معايا، وبعد كده نبدا اللي احنا نشيلها. وده الصمون الامان بتاعنا اهو، بدا يشتغل، حله امينه تماما بفضل الله، ما فيهاش اي مشكله خالص، وهي ايه بتبدا اللي هي تشتغل وتطلع الحاجات الزياده، البخار الزياده اللي موجود جوه الحل. طيب هنا بقى استاذ المحشي بتاعنا قدام حضرتك اهو، زي ما حد كده شايفه، نقفل عليه ونهدي عليه النار بقى لحد ما يبدا اللي هو يستوي معايا. لسان العصفور، شوربه لسان العصفور بتاعتنا، هنبدا نجيب لها بقيه الخضروات بتاعتنا اللي احنا نبدا نقطعها، زي ما قلت لك جزر، طماطم، ممكن نحط لها شويه كرفس صغيرين، كل الكلام ده بيدي طعم حلو، لكن انا كده كده حاطط كرفس كمان في الشوربه، فمش محتاج ان انا احط تاني في سلق اللحمه، فمش محتاج ان انا تاني احطه في الشوربه. خلينا ناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل نعمل لكم شويه السلطه البلدي المحترمه ونقدم مع بعض الاكل بتاعنا. رجعنا تاني بعد الفاصل، طلعنا اللحمة وبدأنا نحمرها مع بعض، وبعد كده بنبدأ اللي احنا ايه نعمل شوية طماطم كده صغيرين مع شوية جزر عشان اللي ايه الشوربة بتاعتنا، والبطاطس على النار اهي، تاخد عندنا اللون الذهبي، بص عاملة ازاي، الله على الجمال، الله على الجمال، بص الهشانة عامل ازاي اللي فيها، اللي موجودة فيها والميه بتلج، ولو سبتها اكتر في الميه بتلج على فكره تطلع ايه موضوع اكتر من كده. هنا اللحمه بتاعتنا خلاص، نبدا نضيفها كده هنا يا جيمي اهيت، بسم الله الرحمن الرحيم، ده يبقى دوب يا حبيبي،
بص يا باشا المحشي عامل ازاي، رصة المحشي الجميلة مع حتة اللحمة الجميلة اللي احنا عملناها ومشيلينها. هنا بقى زي ما اتفقنا شوية لسان العصفور بعد ما اتحمروا معايا كويس قوي، تمام خدت اللون الدهبي. تعال نجيبها هنا يا جيمي، ممكن اهي ممكن بقى ندفع لحالة الضغط بقى خلاص عشان ايه يعني، هي روشاني معاه والله روشني مش عارف اشتغل، هياخد وقت كمان على ما يبدا لازم تطلع البخار اللي فيها. حمرنا لسان العصفور خلاص، ناخد عندنا الجزرايه والطماطمايه اللي هم رايحينهم فين، هنا وندي يا باشا التقليبه الجميله. وبعد ما اشوح التشويحه بتاعتنا نقوم جايين هنا والاتنين كده جنب بعض، وجايبين من شوربه اللحمه على لسان العصفور ونسيب كل ده يستوي مع بعض. زودي بس عشان لسان العصفور كتير، ها فنزود الشوربه ونشيل الشوربه ديت هنا جانبا. هنا الصمان الامان ده اقوم قايل له ايه تعالى كده ونشيله ويعمل ايه الجو ده على ما يطلع البخار اللي فيه كله، وده ما فيهوش اي مشكله خالص ما تقلقيش منه، او تسيبيه براحته يعني تسيبيه براحته يطلع البخار اللي موجود في مضغوط جوه الحله نفسها. ادي البطاطس هنا يا جيمي، انا عارف ان الحوار ده عاجبك قوي، ممكن نقعد كده كتير جنبه انا عارف يلا شاد البطاطس هنا يا جيمي، وايه حوار والله حوار. بص البطاطس الله صفي، بص القرمشة عاملة ازاي. لان انت طبعا لو انت عندك حلة الضغط زي ما قلتلك سيبيها يعني تشيليش عندك الايه، وسيبيها تصفي براحتها البخار اللي فيها. حبة البطاطس دول مع المحشي حوار. حطي عندنا شوية من بهارات البطاطس، شوية ملح، وهم لسه طالعين ليه عشان تمسك. في نوع بطاطس بيتباع بره شوية دول ب 28 جنيه، بيتباعوا لي ب 28 جنيه مش عارف ليه، هو ما فيهمش أي حاجة يعني الفكرة ما فيهمش أي حاجة، بطاطس عادية جدا ب 35 كمان والله. يعني الفكره ليه مش عارف ليه، والاطفال بيحبوها قوي اهي، اعملها في البيت له، موضوع بسيط جدا جدا وسهل. تعالوا بقى نشيل البطاطس. مين يا فندم؟ مدام منى. ايوه من اسيوط لو سمحت. ازاي حضرتك يا مدام منى؟ الله يخليك، كل عام وانت بخير. وانت طيبه يا ست الكل، ربنا يبارك لك في ولادك ويكرمك يا ست الكل. الله يكرمك، الله يخليك. اتفضلي. يا شيخ محمد عندي ست فراغ بلدي. ست فراغ بلدي حلو. ياخدوا دي رز دول بالظبط. هتحشيهم رز؟ نعم. هتحشيهم رز؟ ياخدوا دي رز بالظبط. الله يخليك. كل واحده نص كوبايه. كل واحده نص كوبايه، يعني ياخدوا نص كيلو كده. كل واحده هتاخد نص كوبايه رز بس كده. بس كده. طب والطريقه بتاعتها لو سمحت؟ حاضر ماشي من عينيا الاتنين. بص انت اول حاجه طبعا انت ست اللي عارفين انت بتنضفيهم كويس جدا، بعد ما بتنضفيهم بتقومي حاطه التتبيله بتاعتها، ودي اهم حاجه، في كبه كده تقومي جايبه بصل وشويه بهارات وشويه الملح وشويه الفلفل، وتقوم واخده التتبيله ديت وحاطه فيهم الفراخ ومخلله التتبيله ديت تحت الجلد.
بعد كده بتقومي جايبه، خلينا ناخد بس البطاطس هنا، وتسيبيها في الثلاجه لمده ساعتين اتنين، وبعد كده نبدا نعمل لها الخلطه بتاعتها. عايزه تسوي الرز نص تسوية على النار مفيش مشكله. ازاي؟ ان انت بتجيبي الرز الاول بتحطيه مع شويه زيت او شويه سمنه، وبعد كده بتقومي حاطه معاهم بس تقومي حاطه معاها البصلايه، تحمري معاها بصلايه، تحطي مع البصلايه شويه كركم صغيرين، شنه قرفه بسيطه، وبعد كده بتقومي حاطه عندك اللي هي كميه الرز اللي عندك، وتقلبي التقليبه الجميله بتاعتهم، وبعد كده تقومي حاطه شويه الملح، ولو عندك شويه من البهارات. بعد ما بتقلبيهم تقومي حاطه، يعني لو بتسقي الشوربه الكوبايه الرز عليها كوبايتين ميه، لا هتحط على الكيلو نص لتر من الميه، تسويه نص سوا، وبعد ما يتفلفل معاكي تقومي مطلعاه وفرداه، يبرد تبداي تحشي بيه الفراخ من تحت الجلد ومن جوه، وتقفليها قفله كويسه، وتبداي تحطها عندك في الشوربه اللي موجوده عندك. بص يا باشا، ادي كده الحله بقت تمام، بقت امنه خلاص. افتح بقى زي ما انت عايز، حط دي بس ايه عشان القطعه ديت، هو بتبقى لها قطع غيار معاهم برضو اهي. بس يا سعاده الباشا، ادي حتة اللحمة. بص 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 ده الكلام. نقفل. يلا يا باشا، ايه شوية سلطة كده نقدمهم مع الكلام الجميل ده على طول على طول. طماطم. بس اني مسكينة عجينة معلش. شوية سلطة عشان كده تبقى الأكلة كلها كاملة، السلطة والبطاطس والمحشي اللحمة المتحمرة، يبقى كده إيه الوجبة تكون كاملة متكاملة بفضل الله. مش عارف، أنا ما بحبش الفلفل الألوان، في ناس بتحب الفلفل الألوان، هو طبعا صحي جدا مع السلطة الخضراء، مش عارف بحب بحس كده اللي هو بيودي السلطة في حتة تانية خالص، ملوش علاقة خالص بالسلطة البلدي بتاعتنا. السلطة طبعا بتعتمد على الخضار، الخضار اللي موجود فيها والجوده بتاعت الخضار نفسه، سواء الجرجير سواء الخيار، كل ما تكون الحاجه بلدي طبعا اكيد بتفرق في الطعم، في الديحه بتاعتها طبعا وانت بتقطعيها. شويه من الجرجير، البصل ده بيتقطع امتى بقى؟ قبل ما تقدمي البصل السلطه على طول بنص ساعه مثلا، يعني انت ممكن تعملي السلطه وتعمليها الصبح قبل ما تروحي شغلك، واول لما تيجي من الشغل تقومي حاطه عليها ايه البصل والتتبيله بتاعتها. البصل الاحمر في السلطه جامد جدا عن الابيض، يبقى الابيض انا بطبخ بيه كل حاجه ولها استخداماتها بصراحه عندي، وبوضح الموضوع ده وانا شغال. البصل الابيض بطبخ بيه، والبصل الاحمر بستخدمه للسلطه. هنا ايه تاني؟ تعال ناخد الطماطميه ديت بس عشان ايه الكميه تظبط معايا. عصير ليمونه يا استاذ جيمي، شويه خل بلسميك، السلام على الخل ده بيعمل شغله حلوه قوي، شويه كزبره مفرومه، سنه بسيطه جدا من زيت الزيتون، جزر، هنضيف شويه جزر كمان لو عايزه تضيف شويه جزر تاني مفيش مشكله، شويه ملح صغيرين، متكتريش ملح يعني فيها، وبعد كده نقلب. شوية السلطة المحترمين دول بالشكل ده، احنا كده خلصنا شوية الشوربة برضو هنقدمهم مع بعض، ودي اخر حاجة خالص هنبدأ ان احنا نقدمها مع بعض. عملنا المحشي، قلنا ازاي نقدر نعمل المحشي بتاعنا بطريقة جميلة قوي وسهلة جدا. عملنا البطاطس
بوم كبريت اللي احنا قطعناها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، قدمناها اللحمه المتحمره، شويه سلطه، شويه شوربه لسان عصفور. يا رب ان شاء الله الوصفات النهارده تكون اعجابكم. واحنا بنختم الحلقه كده هقدم لكم مع بعض السلطه وهنقدم الشوربه. اشوفكم على خير، يا رب ان شاء الله الحلقه تكونوا استفدتوا منها. سلام عليكم.